وطي صوتك وانت في محل محترم، فاهم؟ انت جاي تطاوش ولا تصلح السياره، فاهم؟ امبارح المعلم ابو الخيل ذبح 4. وطي صوتك انت في محل في اي بي، فاهم؟ سمسم، تذكر مفتاح 10 اللي طلبته منك يوم لمعلمك الكتله؟ هات لي اياه. وبعدين 6 شهور السياره عندك، بعدين يا جاك. جاك اسمي، جاك مش جاك يا سيدي. جاك كومبريسر وديتر اللي هو. وطي صوتك وانت في محل محترم، فاهم؟ انت جاي تطاوش ولا تصلح السياره، فاهم؟ امبارح المعلم ابو الخيل ذبح 4. وطي صوتك انت في محل في اي بي، فاهم؟ جاك. انت بدك تقضيها شالح، خلص المسلسل وانت بتشلح. شو مالكم؟ شو فيه؟ المعلم السيارة صار 6 شهور هون، لما بعثوني لعندك قالوا لي أنت أكبر معلم بالبلد، بس تسمع تشغيلة الماتور بتعرف العلة، وبعدك بتعرف العلة. وطي صوتك، أنت في كراج محترم، في زباين نايمين، إحنا عندنا أوتيل جوا، هلا بنشوف شو المشكلة. سمسم، سوينا كستين زيت سيارات مع سكر قليل للمعلمين، يلا. وصار معلم؟ فين سريف؟ معلم والله ما حكيت معه، أجى صرخ من برا. بسيطة، دونت وري، شغل الموتور. امبارح مكسر 10، نقرة خفيفة كمان. نقرة، اسمع كويس، اسمع. تلحيس، غير لها كتاوت. شو يعني كتاوت يا معلم؟ لك 10 سنين ميكانيكي مش عارف شو كتاوت؟ فلتر زيت. طيب معلم، مش لو تغيروا بيدك بكون أحسن؟ صحيح أنك ما بتستحي. إيه؟ انت بتحكي مع اكبر ميكانيكي بالبلد؟ انت برستيج، انا بصيبش بايدي. صحيح انك ما بتستحي. بدي اشلح كل عيب. الناس بتجيش الا بالشلح. ما صح، انا معيش ساعه. معلم. هلا 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 بابو الخل. هلا، يعني حكولي انك انت اشطر ميكانيكي في البلد، نمبر 1 التوب. بس الصراحه سريع سريع. ابو الخل الله يخليك، الجير مش راضي يركب، مش عارفه ليش. تحكيش مع المعلم، احكي معي انا. اسفه، انت الجير مش راضي يركب. يلا اطلع شغلي السياره عشان المعلم يسمع صوت الموتور ويقرر شو المشكله. يلا يا حبيبي على السريع. يلا. نقرا كمان، نقرة خفيفة. انقريه، نقرة. خلاص اتركيها. سامع شيء يا معلم؟ سامع بلاوي.